كبيدات غبرت عليكم البارح اليوم، جيت البارح عيانه ومحروقه، مي سي بون درت بيا فين شريت بيا فين صافا. بداو يمشيو لي شويه الحريقات البنات، الحمي شويه برد كما كتشوفوا تبرونزيت وانا كنحمق على البرونزاج. راني كنصور لكم بلا فيلتر، حيت قلت لكم كتجي فينا بلا فيلتر، المهم راني ندير الفيلتر. جيت نجاوبكم على الاسئله ديالكم اللي جاتني بزاف وانا مسافره وما لقيتش الوقت انني نجاوبكم عليها. اول سؤال اللي كنتو كتطرحوا عليا بزاف وكاع الناس طرحوا عليا اللي هو هذا، كتقولوا لي رجاء منين خديتي هاد لاغوب الزرقاء؟ هادي البنات، هادي خديتها اللي حلات بها في لانيفرسير ديالي، هادي خديتها من إلسي واكيكي البنات، هادي إلسي واكيكي اللي مجيت زارا هم منش عارفه المهم هذيك الجهه مجيت زارا، حيت كنت كنتقدا من تما داك النهار مشيت جهه زارا وبيرشكا وهذا وهبطت وانا نلقى إلسي واكيكي ودخلت خديت منهم 4 ديال لي غوب. انا دابا غادي نوريكم لي غوب الاخرين. هانتوما خديت وحده اخرى بحال في الشكل ديالها واعره حتى هي. هانتوما البنات ها هي في الغوص، شوفوا ليا شحال غزاله حتى هي. هانتوما هادي خديتها في البلو وهادي خديتها في الغوص، الله اكبر على الحق. شوفوا فيها واحد العقيدات الاخرى، ما فيهاش عقيدات، هادي فيها عقيدات هنا كيتسدوا باش زعما تزير، يمكن هادو المهم كيتسد كيجي ديكور زوين. هانتوما واعرين واعرين. والخاصه البنات واش 150 درهم 150 درهم لاغو. وشريت هاد الغوش راه عاد فيها ديعاد فيها التيكيه، هاد الغوش شحال دايره؟ هاد الغوش 329. هانتوما هاد الغوش شويه يمكن غاليه طالعه. هانتوما هادي جايه دومي مونش. هانتوما كتلبس هاكا وكتلبس هاكا، هانتوما والاختيار ديالكم. هانتوما ها هي، هانتوما حتى هادي خديتها وخديت هاد الخضره. هانتوما غادي يسير السطورين ونوريكم السطورين. وخديت هاد الخضره البنات، الخضره 349 درهم. ها هي 349 درهم، ها هي دايره بحال الشكل ديال الحمر، ها هي حتى هي دومي مونش. الله اكبر الحق. هانتوما هادي ها هي، هانتوما تلبس هكا. هانتوما صافي البنات. هاد الغوز هي البلو خاص، الغوز 149 درهم، يمكن هي والزرقاء نفس الثمن. عندهم فريمون دي غوب خفاف وزوينين. وي خديت انا 4 ديال الغوب من تما داك النهار وخلاص. هادي اللي لبستها في لانيفرسير هادي خديتها من المعارف، هادي البنات خديتها من المعارف. صافي هادشي اللي كاين، غادي ندوز نجاوبكم على اسئلتكم الاخرى اللي بقات. بحكم الصيف جاي بزاف د البنات كيخليو لي ميساجات، رجاء كنعانيو من ديال الايوز اولا الشعر تحت الجلد شي حل. باغ كونطخ انا ديما كنحط لكم لاكام ديال ترينا كوزميتيك، هذا الكوما ديالها كومونديتو جاني جديد ديالها، ولكن هادو راهم باقيين لي حيت هادو كيضربو، هاد الكريم كيضرب كيطول، ولكن القماش دغيا كنكملو حيت كنديرو في كل دوش كنديرو رجليا الرجليا، حيت انا كان عندي جلد الايواز الرجليه. نورمالمون انا كاين ديال جلد الايواز في رجليا كنديرو الرجليا. هاو يلا جاتني لا كوموند ديال ترينا كوزميتيك فيها غير القماش. فالبنات اللي عندهم الشعر تحت الجلد، اللي عندهم لي بوال انكارني او جلد الايواز، اللي واخا كيديروا لاسيغ او كيحسنوا رجليهم كيبقى لهم الشعر طالع بحال الشوك، الوغ هاد القماش البنات راه تخي 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 زيفيكاس. البنات كاع كيقولوا لي واعر لي جربوه، وانا من قبل عرسي وانا كنجربوا البنات ما بدلتوش. البنات اللي قدامات راهم غيعرفوا كنت كنحطوا لهم من قبل العرس. هذا البنات واعر، هاد القماش كديريه كل دوش كتحكي به اكبيده نكمل ستوريتي. فكيف قلت لكم البنات هذا كيدار كل دوش، حيت البنات نفهمكم داك المشكل ديال شعر الايواز كيكون بسبب قله التقشير وقله الترطيب، فهذا فيه زبده الشيا فيه البوغ دو كاريتي فيه بزاف ديال المواد، لانه فاش كتقشري به كيرطب وكيقشر جوك داك الشعر اللي كيكون عند تحت الجلد كيخرج باش كيسهل انه يزال بلاصتك. هذا كديريه كل دوش مرتين في الاسبوع، فهمتيني؟ هذا كيدار مرتين في الاسبوع، يعني قبل في كل دوش كديريه. انا كندير كونتيتي كبيره باش نحك رجلي مزيان، تي بغيتي تقتصدي اقتصدي. مورها البنات كيدار هاد الكريم، هاد الكريم كيدار مرتين يوميا، هذا واعر كيرطب وكيعاون انه داك الجلد داك القشره تتزال، كيكمل العمل ديال القماش. هذا البنات واعر خطير في الترطيب، فاش كديريه لديك المنطقه رائع رائع، عرفتو كتحسي بواحد الرطوبيه فاش كديري القماش وهاد الكريم، كتحسي الجلده ديال رجلك بحال جالي بيبي صغار. عندك ابارتيغ دو 15 جوغ كيبدا يبان لك الفرق، شهر صافي كتنسي شي حاجه سميتها جلد الايواز، غير هي خاصك تداومي مرتين يوميا. هذا الا بغيتي النتيجه تبان لك اسرع اسرع وقت.
حيت الصيف هذا البنات كيخرجوا يتبحروا كيمشيو للبحر فداك الشعر تحت الجلد فريمون كيسبب احراج. وانا من الناس اللي كانوا كيسبوا لي احراج فاش كنلبست شي غوب شي حاجه رجلاتي كيبانوا كيخرج لي داك الحب احمر يا اختي كنكره حياتي. كنبقى نشوف البنات رجليهم صافين كنقول لها ويلي البنات رجليهم صافين وانا شعر رجلي خرج لهم الشعر تحت الجلد بحال شي راجل. المهم راه نحلها هي هو البنات راه دايره فيها بروموسيون موان 60% البنات اللي بغاو يكومونديو من السيت ها هو ومن انستغرام ها هو البنات اللي بغات دوز لا كوموند فبروفيتي من لا بروموسيون موان 60% قبل ما تسالي البنات راح هاد لاكام رائعه. وبالنسبه للبنات اللي عندهم لا فيرجيتور تشققات الجلد اللي عندهم الشراطي في اللحم بسبب الغلط او الضعف سواء كيكونوا عندكم في المؤخره سواء في ليغانج سواء في الكرش ولا كنتي حامله ولدتي وبقاو لك لي فيرجيتور هذا راه خطير. هذا خطير كيحيد لي فيرجيتور البنات من اللحم كيعاون انه يتحيدوا بواحد الوتيره كبيره سواء كانوا الخطوط الحمراء او الخطوط البيضاء عندك هذا والقماش. فدخلي السيت واختاري الباك اللي يناسبك محدو اون بروموسيون. اختي هنا غنجاوب هاد البنت حيت كاين هاد النوع ديال البنات مساكينات كاين منهم وعليهم. الاخت هنا اليوم غادي نطلعها في العماريه زغرتو عليها. الاخت هنا غادي نعطيك نصيحه في سبيل الله واخا سبيتيني وعيرتيني عاد طلبتي اللحسه انا غنعطيك اللحسه واخا ولكن قبل اللحسه غنعطيك نصيحه اخويه ما حدك فيك السم وما حدك حاضي عباد الله وما حدك غطرطقي ما غتغلطيش. الغلط قبل ما تاخدي شي لحسه ولا قبل ما تاخدي شي دواء ديال الغلط خدي الدواء اللي كيحيد السم واللي كيحيد التبرقيق واللي كيحيد الحضيه. يا اختي تحيدي السم مصارنك غيتنقاو بلا ما تحاولي ديري تجري ولا تحاولي ديري الحصه. ديري واحد التجري اللي تحيد لك السم وتصفي لك القلب. صريحه كاين تجريه ديال المصارن انا خاصني نختار واحد التجريه ديال القلب اللي فاش كتاكليها كتجري لك القلب والسموم يا اختي كيطيحوا. غادي نختار عليكم هاد الدواء للمسمومات خصيصا باش يجري لهم القلب. والله كنهضر معكم البنات راه نصيحه من القلب راه ماشي غير اجي غلط. اول حاجه الغلط خاصو الراحه النفسيه وداك السم والحسد اللي كيخليك حاضيه الناس وداخله في حياتهم راه كيسبب لك ستريس وكيسبب لك مرض نفسي اللي كتبقاي طولتو كدير بحال هكا وكتكتبي وتسبي في بنادم. فانتيا ماشي متوازنه عقليا. الاخت هنا واللي شابهين الاخت هنا اللي كيبقاو كيحضيو عباد الله ما كنهضرش على رقاقات اون جينيرال ولا معلوم شي كنهضر اللي عندهم السم. فما حدك مسمومه ما غادي تغلاضي ما غادي تربي فورمه ما غادي تربي صدر غتبقاي لاصقه حيتاش انتي مسمومه. كنهضر على البنات المسمومات اللي السم قاتلهم اللي يا اختي كتلقايها حاضيه فين ما كنتي وحده كتسبه وكتعيله وتسبه وتعيله راهم كثرت ما عندك الوقت باش تسبي عباد الله ما كتلقايش الوقت باش تاكلي الحماره. داكشي علاش كتضعفي وما كتغلاطيش. لو كان كنتي داك الوقت اللي تضيعيه في المعاطي والسبه تاكلي راكي داك الوقت اللي كتضيعيه الاخت في انك كتسبي وتعايري وتحضيني وكان كنتي تاكلي فيه تاكلي البطاطا وتاكلي الزريق وتاكلي العسل بالمكسرات كان راكي درتي ليا لالاتي فورما. فاختي العزيزه نصيحه اخويه قبل ما نعطيك اللحظه ما تبقايش تحضيني ما تبقايش تحضي الناس ما تكونيش مسمومه غير الخير للناس غترتاحي نفسيا. فاش كترتاحي نفسيا ما يكونش عندك مشاكل وستريس والسم وحسد في قلبك كتبداي تاكلي وغتبداي تغلاطي. صافي اختي العزيزه هناء اختي هناء ماشي كاع هناءات هاد هناء بالضبط بعدا هاد النوع ديال الناس اللي ضعيف بسبب السم والحسد عندكم واحد المرض ماشي داك الدود في المعده عندكم الدود في واحد الدوده كبيره في القلب كتاثر على المعده ما كتبقاوش تاكلوا بكثره السم والحسد. عاد غنعطيكم الحصه في ستوري جي راني ديجا بارطاجيتها معكم. هذا هضرت مع البنات اللي كيضعفوا بسبب السم. اما البنات اللي كيضعفوا بسبب قله الشهيه حيت انا كنت منهم كنت فيا 43 كيلو ديجا بارطاجيت معكم الحصه مي واقيلا بحكم البنات بزاف سورتو فاش مشيت لمراكش ولبست لا غوب وبنت تبارك الله عمي مرا وطايتي زوينه كلشي البنات قالوا لي رجاء طايتك زيانه بارطاجيت معهم الحصه وبارطاجيتها معهم وبيان سور تبارك الله الكونت ديالي كيطلع وكيتزادوا لي الناس اكيد بنات جداد راه ما حضروش على الحصه. فالحصه البنات هذه هي الحصه كومونديتها من عند اكزوتي فورس. هاد الحصه زوينه بزاف كتفتح لك الشهيه غنيه بالفيتامينات غنيه بالعسل غنيه بزاف د الحوايج وغنيه اهم حاجه بهرمون الانوثه اللي كيكبر لك المناطق الانثويه حيت بزاف كاين لي برودوي اللي كتاكلي تاكلي كيغلطك غير من الكرش ومن الجناب. هادي
كتغلظك من جميع المناطق حيت فيها هرمون استروجين طالع، فيها هرمون الانوثه طالع وكتعاونك انه داك سميتو لاغريس يتستوكا في الاماكن المحدوده. البنات هاد اللحسه من امتى وانا كنا كناكلها من رمضان، من رمضان وانا ناكل من داك العشر ايام التالية ديال رمضان وانا كناكلها. البنات اللي كانوا متبعيني عارفين انني مرضت ومشيت للكلينيك وبزاف د الحوايج ضعافيت، وصلت 52 ودابا راني في 60، راني بديت كنطلع فوق 60 بسبب هاد اللحسه هادو. بيان سور ماشي غير اللحسه بوحدها، بسبب اللحسه مع الماكله. هاد اللحسه كتفتح لك الشهيه فريمون بزاف، كتبقاي تاكلي الخضر واليابس اللي لقيتي حدا كتبقاي تاكلي. ومع اللحسه ماذا بيك ديري واحد بروغرام غذائي اللي هو فيه السعرات الحراريه طالعه. هاد اللحسه كما قلت لكم كتفتح الشهيه، كتخليك تزادي من المناطق الانثويه. المهم واعره بزاف وراها رخيصه البنات، كانت اوليو دو 350 درهم دايره غير 250 درهم. مازال كاين باك برومو في زوج لحسات ب 400 درهم، يعني بحال غتقام لك اللحسه الوحده 200 درهم. راها البنات والله العظيم الا افيكاس ولا غلا على مسكين، خذوها وجربوها وردوا عليا الخبر. راها فريمون واعره من احسن اللحسات اللي جربت، فريمون واعره خطيره في الغلط. البنات اللي بغاو يكومونديوها من الاحسن يكومونديوها من السيت حيت انستغرام عندهم لي كوموند بزاف وكيتعطلوا عليكم شويه، فحاولوا تكومونديوها في السيت البنات راه غتوصلكم في اقرب وقت. بالنسبه للبنات اللي قالوا لي مازال ما وصلتنا مازال ما وصلتنا، البنات راه واقيلا غير رسونا لكم الليفرور وما جاوبتوش، فاللحسه نورمالمون كاع البنات اللي كوموندا وصلتهم اللحسه غنحط لكم سكرينات ديال شي بنات وصلتهم اللحسه وعجباتهم. بيان سور مازال ما عطاتني شي حيت مازال ملي حطيتها وقيلا مازال ما دازت حتى 15 يوم اللي حطيتها لكم. فالبنات عافاكم اللي بغات تكومونديو تكومونديو من السيت وتبروفيتي من البروموسيون ديال باك زوج لحسات ب 400 درهم، حيت قريبا غترجعها السيده للحساب ب 350 درهم الوحده، حيت فريمون غاليه وفيها واحد المكونات اللي غاليه، وفيها واحد العسل اللي هو العسل دم الاخوين اللي هو غالي داكشي على اللحسه حمراء، فغترجعها لكم 350 درهم. البنات هذه راه ماشي بحال اللحسات الاخرين اللي كتشوفوا كوار وعطر العوار، هذه اللحسه فريمون زوينه فيها فيها مكونات جد جد صحيه وما فيها حتى شي حاجه غير طبيعيه. ودابا البنات مور ما جاوبتكم على الاسئله ديالكم، دابا ندوزو للجماع. شحال ما عطيتكم النصائح وما نقيت لكم الودنين، يلا اللي عندها شي مشكل تقولوا لنا وعافاكم، شي مشكل يكون بعقل وشي مشكل اللي فريمون يستحق النقاش. خطيوني من ديك صاحبي اللي يقرا معايا عنده 15 عام و16 عام، هاني اليوم متفرغه عليكم انا غنجاوبكم اليوم على كاع الاسئله ديالكم. هادو هما الميساجات اللي كيعجبني نسمع، انه البنات كيديروا العز على راسهم، وفاش كيديروا العز على راسهم الراجل كتثبت كتعجبو البنت عزيزة النفس اللي غتكون مات ولاد وغتكون عزيزة النفس ماشي مدلوله. في المدلولات الا داك ولا تيدك وانت مدلوله وغيبقى يدلك، فحاولي جاهدة الا تكوني مدلوله. فكنتمنى كاع البنات يديروا بكلامي باش يتزوجوهم، ونتمنى لكم الزوج الصالح اللي يتهلا فيكم ويقيمكم، ما بقاتش غير في التزوجي بقات في التزوجي الراجل لي يقدرك ويحترمك. شكرا صفقوا عليا اختي رجاء، انا كراني غير كنفكر في الناس وكنخاف يضروني بالسحر ولا باي حاجه لدرجه ما بقاش عايشه حياتي. شوفي ولو اجتمع الانس والجن ان يضروك بشيء فلن يضروك الا بما كتبه الله عليك. وقال لك واحد الحاجه اخرى، من خاف من شيء سلط عليه، ما حدك انت خايفه ديك الحاجه غتصيب. كاين واحد الحاجه سميتها لا لواط تراكسيون ولا قانون الجذب. فشوفي ديري اسباب اللي هي الاذكار والتحصين وقري القران وصلي صلاتك وكلشي بالمكاتب. لو كان حنا نجي نفكر بهذا الشيء زوقتو حنا لي زانفلونسور اللي معروفين، العين حق وكلشي حق، ولكن تديري الاسباب وتحصني راسك وديري الاذكار وخليني من هاد الوساوس الخاويه. راه الا كتبت لك شي حاجه تقيسك غتقيسك، لو كان جيو دايره بهاد الوساوس غنخرف غنخاف نخرج للزنقه حيت تقدر تقيسني الوطو وندير اكسيدون. راه بحال هاد الشيء، يعني خاصك تبقاي محبوسه في الدار. عيشي حياتك اختي، عيشي حياتك وديري الاسباب وبعدي عن الناس الخيبه وحوايجك خليهم عندك، ما تعطيهمش لصحاباتك باش ما يسحرولكش فيهم الا بغاو يسحروا، وحسني راسك اختي. كيقول لي كنبغيك وصبري معايا نكون داتي نجي لداركم، وما عمرو تلاقى بيا قال لي نتلاقاو في الحلال بحلاوتها. بان ليك شبان ليك بان ليا مسيلي مال كذاب. اي هاي 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 الله على ايمانك يا شيخ، ما نتلاقاوش حتى نتلاقاو في الحلال. صبره معاه ديري، ماشي ما عمرك تلاقيتيه وما عمرك شفتيه وما عمرك سولتي عليه وما عمرك عرفتي تصيلتو فصيلتو النقطه ديال باباه منين. ولا غدا بعد غدا لقيتي مو طرادقي ولا تشفر بانكا ولا ولد الحرام ولا كريسي. انا ما كنامنش بلي تنتلاقاو بالحلال،
كنبغي يتلاقاك بالحلال كون راه جا خطبك اسيدي، حتى داك التعارف ديك الهضره تيبدا تاع حرام، ما نهضروش حتى نهضروا في الحلال. وسير دبر على راسك، جيت اخويا لقيتيني باقا ما زوجش بس مرحبا، لقيتيني تزوج الله يعاونك، وتسناي وتما تسناي وتتشرفي. راجل لي باخرانيش ندير لاصال معلين، باغي ندخل للجال العيالات بوحدهم. هذا هو الجهل، هذا هو اللي كيتسمى الجهل. ما عرفتش واحد الناس عندهم واحد النسبه الجهل في المخ، عندهم الكلاخ، عندهم خيخي هنا في المخ. انا ما نخليش مرتي تريني في لاصال باش دير السبور، هذه هي قمه الكلاخ والله الا الكلاخ. اختي ها العار جاوبيني، راني كنبغي واحد وهو قال لي كنبغيك ولكن ما حسش بك يبغيني، كيفاش نخليه يبغيني؟ جاوبيني عافاك اخت الكريمه، راه ماشي اي واحد قال لك نبغيك راه يبغيك، راه اي واحد مصلحته فيك غايقول لك كنبغيك، اي واحد باغي منك حاجته غايقول لك كنبغيك، اي واحد ناوي معاك نيه خايبه ولا زوينه راه كيقول لك كنبغي. فنبغيك ولا تكلمه كل واحد كيقولها على حسب المصلحه اللي عنده فيك، فالا ما حسيتش بلي كيبغيك راه ما كيبغيكش. وهذا الانسان اللي قال لك كنبغيك غير وديت مصلحته، والانسان اللي قال لك كنبغيك ما بين ليله وضحاها، راه ما فيه خير وما فيه تيسير وباغي منك مصلحته. وانت اللي عليك ديرك بلا ماشي تخليه يبغيك وتفكر كيفاش تخليه يبغيك، فكر غير كيفاش تصدي عليك باش ما ياخذش منك مصلحته، حيت نهار غتصديه وما تعطيش مصلحته وحاجته غيبقى يبغيك. كيفاش نخليه ما يملش مني؟ ما تلصقيش فيه، ما تكثريش عليه، ما تزيريش عليه، ما تبقايش ديما مزيره عليه. لا حكا الا خليته غادي يزيغ، راه الا بغى يزيغ غادي يزيغ. الا خليتيه ما يملش منك ديري شويه العز على راسك، ما تكثرش بديك كلمات الحب والرومانسيه. هذا الموضوع على طيب قلب ما كثرش ما هضرت فيه. ما تخليش ديما كنبغيك وكنموت عليك والحب ديالي وكيفاش دازنا، خليه يتوحشك هو يجي لعندك، سورتو في اول العلاقه. اول علاقه خليه هو يجي لعندك، كل ما يصوني لك جاوبيه، ما قلتلكش ما تجاوبيش، تحتي معاه ما عرفت شحال من ساعه ماشي مشكل. غير هي ماشي انت ديما تكوني السباقه لي زابيل، وانت ديما السباقه للميساجات، وانت ديما السباقه للدل. خليه هو يتوحشك شويه، خليه هو يدير مبادره وشويه مجهود باش يشدك لعندو باش تبغيه وباش وباش، ماشي لا مجهود لا والو وانت تطيحي فيه. كنبغي واحد الشخص بعيد عليا وما عرفتنيش حتى واش عايشه، بيان سور ما عرفتش حتى واش عايشه، حيت انتي عايشه في كوكب الدل المدلدل يا مولات الشعر المقمل، يا مولات العقل المبهلل، بصح ما عرفكش فين عايشه. انا نمشي نبغي واحد الانسان اللي ما عرفنيش واش زعما لهاد الدرجه يا بنت الحرام نفسكم رخيصه عليكم، لهاد الدرجه قلبك شايط عليك يا بنت الحرام، القلب راه داير 500 مليون كنا بعتي وجبتي فلوسها بنت الحرام، وعتقتي بزاف ديال الناس راهم عايشين في المجاعه، تدي اجر صدقه جاريه، قلبك مصدقاه في سبيل الله على واحد الانسان ما عرفكش حتى من جاي، ما عرفتش ان هاد البنات. بغيت غير نشوف كمامركم كي دايرين، بغيت نشوف كمامركم كي دايرين اللي عايشين في هاد الدل كامل وعاجبكم الحال ومقتنعين بهاد الشيء هذا. طبقت داكشي اللي كتقولي ودابا ولا كيتسطع عليا، ولكن بغيتك تزيدي تنصحيني عافاك. شوف راه هادشي طبقات اللي قلت ليها يعني شنو دارت، ولات بعزته وبشانه ولا كيتسطع عليا. ما عنديش ما نقولك شي نصيحه اخرى، حافظي على هادشي اللي درتيه وهاد الانجاز اللي درتيه وهاد التصرفات اللي درتي وهاد الحركات اللي درتي باش ولا يموت عليك، ماشي حتى تطلعي قراض وتهبطي قراض، حتى تردي وتحكمي يموت عليك وتولي داك الدل اللي كنتي فيه وداك السخان اللي كنتي فيه غادي يولي تولي تطيحي من عينو. فخليك كيف ما درتي دابا وبقى باغيك بقي مستمر على هاد الوتيره. انا شحال وانا معاه دابا شي اسبوع ما بقاش صيفط ليا حتى ميساج، ما عرفتش علاش، واش خاصني ندير نصيحه؟ ما ديري حتى حاجه، شدي يدك عندك وسري عند الفارماسي كولي دواء الدود، واحد الدود كينقص لك من الدود اللي كيخلي اليدين ديالك يخدموا والفم ديالك يخدم وكيجيب لك واحد المصايب الكحله على راسك. اغلب الرجال في الاسبوع الاول ديال العلاقه من بعد ما كيجيب له الراس ديالو والمخ ديالو انه شدك، كيبغي يجرب واش شدك ولا لا بديك الغبره، زعما كيبغي يشوفك واش مدلوله واش طحتي فيه ولا باقي، باش الا عرفك طحتي يبدا يتجبد. الا بديتي دابا بينتي الدل غيبدا يتجبد عليك وتبورد عليك يا اختي صعصع، ولا ما جبدتي ولا ما تعرفك ما طحتيش غادي يولي لعندك وغادي يبقى معاك 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 تطيح. وانت بيان سور ما غتكونيش مدلوله وطيحي دغيا، حيت الا طحتي طحتي دغيا غيمل منك دغيا. اما الا كنتي داك انا السهل الممتنع تقلتي راسك شي شويه غادي هو يطيح قبل ما تطيحي، فهمتي؟ كوني رفعه وما تكونيش مدلوله. هانتوما هانتوما الدليل، هانتوما الدليل انني انا لا اتكلم من فراغ. هكا د البنات كيقولوا لي هو طبقت النصائح وجا، هانت اختي هانت اختي هانت هذيك المدلوله باش تعلمي. انا خطبني واحد شي 5 شهور وباقي ما عطانيش صداقي وباقي ما هضرناش امتى نتكاتبوا بالضبط، حيت ساكن في مدينه اخرى. من حقك ولكي كامل الحق انك تهضري معاه وتعرفي امتى تكاتبوا امتى غاديه، باش ما تبقاش كالحمره مع القرا. الخطوبه ما كتعني والو، الخطوبه لا تعني اي شيء، الخطوبه
راه غير تعارف، فيقدر يبقى مجرجرك وفي الاخر يسمح فيك وديك الساعه تسخنتي مخوره. فحضري مع داك السيد قول له اخ سيدي حنا فين ماشيين، هاد الخطوبه شنو تابعها، شنو غنديرو، فين ماشي. لا من حقك انك تسولي هاد الشيء حيت هو ديجا خاطبك ودار الاول خطوه مزيان، فاول خطوه لا تعني انك كملتي كاع الخطوات، باقي بزاف لي زيتاب. هادي اول خطوه هي الخطبه والتعارف. فواخا كان في مدينه اخرى هاد الشيء ما كيعنيش انه يخليك مجرجره معاه. فالسيد هضري مع اختي وعارف شنو تحت راسو، انا ما بغيتش المعقول الله يعاون. اختي رجعت عرفت عليه بنيه الزواج وقال لي مرتي نبغي هادي رزي حيتاش الحرمه ديالي بان ليك. هو ما قالش شي حاجه دلعيب، ولكن انا بالنسبه ليا الا بغيتي ديري الحجاب ديريه على ود ربي سبحانه وتعالى، ماشي على ود الراجل، حيتاش الا هضر الراجل لا قدر الله زوجي وطلقك غتولي تحيدي الحجاب. فبالنسبه ليا ديري الحجاب وزعمي تقربا من الله اختي، ماشي تقربا من الزوج، حيت ديما فاش كديري شي حاجه على ود تلعب ماشي على ود ربي ربما ما كيسخرش فيها. فديري الحجاب ما قلناش لا الا انت باغا ديري الحجاب، ما عمرك ديري شي حاجه بزز. راه بزاف د البنات كيديروا الحجاب بزز منهم وكيحيدوه في الطريق ولا كيحيدوه من يكبروا ولا كتمشي بالزنقه وكتحيد حيت فرضوا عليهم حيت فرضوا عليها والديها، فكلشي كيجي بالخاطر. ديري الحجاب حيت انت باغا ديريه باش تقربي من سبحانه وتعالى فقط. قال لك باغي يجي لدارنا من بعد ما نخدم، وقال انه مصروف نتعاونوا عليه بجوجنا، انا اللي خدمت انا اللي خدامه خلصتي غادي تكون اكثر من خلصتو. شوفي كل كوبل كيفاش كيتعامل، كاين اللي مزوجين كيتعاونوا على الزمن ما فيها حتى شي عيب، ولكن العيب فين هو سمعي وتصنطي. راه الراجل على من على من مولفتيه، انت كتكوني على نيه انك تعاوني راجلك وتوقفي ما حيت ما عندوش، كاين واحد النوع اللي كيقدر وكتكبر فيه، وكاين النوع الثاني اللي كيولف كيولفها بارده وكيولف يتماطر وكيبقى يتسنى اقل حوايج تجيبيهم انت، حتى تلقاي راسك كلشي كتجيبيهم انت وهو كيساهم معاك في حاجه قليله. فهاد الراجل هذا ما دوره في حياتك يا عزيزتي، دي نعطيك الحق انه الراجل صرف عليك. واخا هاد السيد ما عندوش كيما بزاف ديال الكوبل اللي كيتزوجوا هو خدام ويخدم باش تعاونوا على الزمن ما فيها حتى شي عيب، حتى شي عيب لحد الان. كيف قلت لك في طونسيون حيت الشيء يقدر يولف ولقاه سهله وتبقى تجيه سهله ويبقى يرمي عليك كاع الحمل. ف انا بغيت نولي قاصحه بحالك ولكن ما عرفتش كيفاش ندير. حبيبه انا ما اختاريتش نكون قاصحه، والناس اللي قصاحوا ما اختاروش يكونوا قاصحين، وانا ماشي قاصحه، انا قاصحه وصارمه في المواقف الجاده، في المواقف اللي خاصني نكون فيها قاصحه في الدنيا بزاف د الحوايج. اما مع الناس اللي كنبغي حنينه وجد حنونه مع راجلي، مع الناس اللي اونطوغاج ديالي صحاباتي عائلتي، فماشي المهم تكوني قاصحه. صبري على رزقك، راه الدنيا غادي وقت وتقصحك وتولي قاصحه. راه ما كاينش تقولي السلام بغيت نولي قاصحه غتولي قاصحه. الانسان كيقصح مع المشاكل مع الظروف مع كتقصحك الدنيا. حبيبه الدنيا غتقصحك تقصحك وغتزمتك غتزمتك وغتقرسك غتقرسك، حيتاش حنا في الدنيا واللي ما شاف لك قليل شاف لك كثير، ما شاف لك كثير شاف القليل. فغادي يجي وقتك اختي وتقصاحي، غير هي تكوني انسانه كتعلم الحوايج اللي شفتيهم في الدنيا، ما تكونيش غير بهله ودوز عليك الحاجه وتعاود نفس الاخطاء فقط. اما بالنسبه بغيتي تولي قاصحه راه الدنيا غتقصحك كتقصحي مع التجارب. انا هي اللي راجلها ماشي حداها، وفاش تنقول له نمشي لشي بلاصه يقول لي قوليها لبا. راني نحلم ياك ولا مانيش نحلم؟ وفاش نقولها لبا الا بغى يصيفطني الا بغى يقول لي لا اختي سمحي لي، ولكن هذه هي الدل في ابا حله. عرفتي المعيشه ديال الدل في ابا صفه، انا عايشه مع راجل ما كيحكمش فيا راجل كيحكم فيا باه، وانت كيفاش راضيه بهاد العيشه الله اعلم. ماشي نمشي نمشي في الزنقه، نبات في الزنقه ونعس في الزنقه ونمشي نشطب في الزنقه ونعيش هاد العيشه نتاع الدل اللي يحكم فيا باين راجلي وراجلي اي ني با لا. وعلم الله داك الراجل عندك اش كيدير باش ما عندوش حتى الوقت يقول لك سيري ولا اجي ومعيشك في ديك العيشه ديال الدل. ايوا اختي ينعلبوه زواج، سمحي لي ولكن ينعلبوا بابا زواج. انا ما نتزوجش نبقى بايره، ما عرفتش علاش كتزوجوا بناس ما مقدرينكمش وكيحطوكم في هاد المواقف ديال الخرا. بصفه عامه فاش كتسالي من شي غولاسيون كتنصحي نرجع ليها ولا لا على حسب سبب الانفصال. الا كان داك الانفصال غير على سبب سوء تفاهم بسيط ولا على شي حاجه خفيفه ولا ماشي مشكل تقدري ترجعي الا داك الانسان مسلكك. اما الا كانت فيها خيانه لا انصح بالرجوع. الا شتي انه داك الانسان ولد الحرام وما يتسواش وبان على حقيقته لا انصح بالرجوع. الا شتي داك الانسان ماشي راجل وعذبك في الاولى غادي يعذبك في الثانيه لا انصح بالرجوع. كنت كنبغي واحد السيد ضحك عليا، دابا انا مقبله على زواج، كيفاش نوصل الفكره بلي الشرف ديالي ما بقاش. البنات هذا ميساج جليل انه ما تيقوش حيت هذاك اللي كيقول لك راهي ما عندك غادي يسمح فيك. السيده
غلطات وسمح فيها، حنا ما غاديش نعاتبو، غير كيعاتب سيدي ربي. ولكن انا بالنسبه ليا قوليها له فاس، قولي له أول الناس انا غلطت، شو شنو صرا شنو صرا شنو صرا. لا انصحك انك تخبي ولا ديري شي حاجه، حيت سي غاريان. كوني متصالحه مع ذاتك وتحملي مسؤوليه غلطك. درتي غلط تحملي مسؤوليته. ولد الناس ها شنو درت ها شنو درت ها شنو درت، وما تقوليش بلا حد الضعف استرني وهي استرني، ما تقوليش استرني غلطتي فوالا شنو عندو الناس بغيتني مرحبا، ما بغيتنيش الله يعاون. سالينا 4 سنين وحنا في علاقه، منين سالينا دار لصاحبتي ودخلني ودابا قال لي نرجعوا شنو ندير 4 سنين ما سالش نعلبوا دين باباها 4 سنين. علاش كنقول لكم ما تطولوش في العلاقات؟ ولا ما تجي عندي واحد يقول لي جلسنا 5 سنين وتزوجنا، الله يسهل. ولكن ماشي كاع البنات كتصدق لهم بحال الاخت الكريمه، ماشي كاع كيطلعوا رجال مع صحاباتهم ولا مع البنات اللي معاهم بحال كنتيا. المهم ما ترجعيلوش، حيت هذا كيما دار على صاحبتك دابا غيقدر يديرها حتى من بعد الزواج. انا هذا هو رايي وشكرا. الانسان اللي ديما غدار لهاد الدرجه انه 4 سنين وانت صابره معاه وفي الاخر يمشي لاقرب الناس لك اللي هو صاحبتك، راه غدار. والغدر كتكون صفه متاصله في الانسان، راه ما كتحيدش. كيفاش نخلي راجلي يبغيني وشكرا على النصائح؟ شوفوا دابا اللي جينا نهضروا على الزوج ولا الحياه الزوجيه، شوفي الراجل داير بحال شي بيبي صغير. وكيفاش كتربي البيبي الصغير؟ ياك ماشي ديما كتكوني راخفالو، وماشي ديما كتكوني حنينه معاه. الا عطيتيه ديما الحنان الحنان والحبوب، بقيتي ديما معاه مزيانه ودرويشه وما كتهضريش كيتصر. ولا عاد كنتي قاسحه معاه كيكرهك وكينفر منك، فخاصك تكوني الوسطيه والاعتدال بحال داك البيبي الصغير. من يدير الغلط تتح، فهمتي؟ ومن يكون معاك مزيان راه كي مزيانه معاه. غير هي شوفي اش غادي نقول لك، خاصك تكوني بينو بين راجلي يعرفك باللي انت حنينه، وامام طون ولا داري علاش كتكوني قاسحه باش يضرب لك حساب. الراجل راه واخا كيضرب قيمه للمراه اللي عندها شخصيه قويه. ما تكونيش الشخصيه القويه هي تغوتي وتقلي الاداب والاحترام، لا، ولكن تكوني ديك الانسانه اللي ما تسكتيش على حقك، وما تكونيش درويشه في هذا الوقت. يعني كوني انسانه حقانيه، كوني تبغي حني فيه عطيه حقه وتهلاي فيه. الرجاله دايرين بحال الدراري الصغار، كلهم كيبغيو الحنان والاهتمام، وكيجي كيتقدم ما كيكون قدام الناس الصعصع كيجي كيتخشى عندك اختي وبحال الوليد الصغير. ولكن هذا الشيء امتى كيكون؟ الا حس بك ماتور، الا حس بك بحال ماشي بحال مو، مي بحال مونيت بحال مو. يعني كيف كان قلت لكم كي الولد الصغير كيفاش كتعامل معاه مو؟ كتعامل معاه بقسوحيه وبحنان، بسوش ماشي ديما غي واه حبيبي واه اللي بغيتي نديرها وحماره وما عندك راي في حاجه. الراجل كيكره المراه اللي ما عندها راي وما عندها قرار وما عندها شخصيه. كذب الكذب اللي يقولها لك، حيت اش انتي في شريكه حياته والمين ديال المستقبليه ديال ولادو، فما يبغيش تكوني غير بهله وحماره. حيت الا كنتي ضعيفه راه غيتربي في الشخصيه الضعيفه في ولادو. خاصك تكوني مراه قاده ومراه حاره وعندك قرارات وعندك ديسيزيون، واقفه معاه مراه وحره. هكا خاصك تكوني معاه، ما تكونيش ديما محلوله وديما بهله وغير اللي قالها لك ما عندك راي حتى في حاجه. حاجه اخرى ما تبقيش تابعاه، الو فينك، الو دير لي ابل فيديو، الو عطيني نشوف انستغرام. الراجل كيكره وكينفر ديك الحاله، ويقدر يمشي خونك زكاير فيك، حيتاش ديك الطريقه كتخليك تبيني انك ما تيقش في راسك وخايفه انه يخونك. ومنين يحسك بك خايفه وداك الضعف ديالك كيمشي الشيطان كيوسوس له. حضر رزقك ماشي ما تحضرش رزقك، ولكن سا سي غيان باش انك تابوزي وتبقاي ديما مقابلاه وخانقاه. الراجل شوف الراجل عطيه واحد لسباس دلي باغتي اسباس، ماشي تدخليه وتخليه يدير ما بغى، راه غيبزلها معاك غيزبلها. الراجل خاصو الزيار كيما حتى المراه خاصها الزيار. فحضر رزقك ولكن بطريقه ما تبينيش ضعفك وبلي خايفه يخونك وغيره عليه، وتقول له علاش غتعندك تخوني شي نهار، والله تيمشي خونك بالرب. كنبغيه وهو عارف، ولكن واحد القصيره دات ليه العقل. تحيه للقصيرات من هذا المنبر. ماشي القصيره دات ليه العقل، راه حيت انت يا البنت الحرام عارف باللي كتبغيهم دلوله ولا سقافيه، وعارف كتبغيه وعارفك محطوطه مزطوطه، امتى ما بغاك غادي يلقاك ما كيبغيكش. مشى عند القصيره حيت ديك القصيره باينه راه تكون مجرجره وحكاه. ها راه لسانها هي قصيره ولكن لسانها طويل يا اختي، حكاه وعطيه خلودني. داكشي علاش بغاو تبقى هي المدلوله عارفه كيبغيني. طونكو عارفك كتبغيه كيبقى يتجبد عليك وما يبغيكش حتى عارفك متاحه. وسبحان ديك الحاجه المتاحه ما كيتعجبهمش، كله ممنوعين مرغوب. راه ديك القصيره ولا كتقول لها قصيره راه مشي على الحبل، داكشي علاش بغاها طالقه فيه